ايه بقى بالظبط؟ التراب دي انا يعني عامله لها ارقام عشان كل مجهول اعرف هو مدفون في انهي تربه، عشان لو ساعات في ناس بتتعرف عليه في المديريه والنيابه بتستخرجه تاني لاهله، فلازم اعرف كل مجهول ليه رقم، عشان كده عامله الارقام دي. عندي 37 سنه وعايشه هنا. والدي كان بيدفن هنا الاول قبلية، بعد كده جاله مرض السرطان فاضطريت انا انزل ادفن، كان عندي 13 سنه. فتعودت على هنا؟ تعودت بقى على الدفن. فكانت تتشطر فوق الارض، كانت تحت الارض، كان يعني بعمل مجهود ان انا انزل والكلام ده. فدي التراب الجديده بقى اللي فوق الارض دي، بس برضو متعبه، بس الحمد لله. بشكل عام تستوعب بقى عدد قد ايه؟ ممكن تاخد 1000 ميت. بتاخد 1000؟ وبيبقى الميتين محطوطين جوه جنب بعض؟ فوق بعضين. فوق بعضين؟ ما انا باركن. بتجيب الرقم انت كاتبه بقى عندك؟ كاتبه في الدفتر المجهول كذا جاي بالتاريخ برقم المحضر بالحاجات دي. بس لازم الجثه الجديده تلمس الارض، فانت لازم تعمل مكان عشان الجثه اللي جايه تدفن. دي مخازن. اللي هي في الارض، تبقى في الارض دي كده. مخازن المعد الاورام بيجيب العربيات اللي هو بيبقى الحاجات المسرطنه زي الكبد الطحال الحاجات دي بجواب العربيات. الاستئصال اللي يحصل. فبنحطها في البيارات دي عشان مش هينفع نحطها في تربه. التربه للجثث. بنحطها هنا. الحاجه كويسه بقى في المشرحه بيحطوا ازازه بين رجل الميت، في شفت ازازه الموارد بعد ما بيفضوها بيحطوا بيانات المجهول كل حاجه في ورقه بيحطوها جوه الازازه ويقفلوها ويحطوها بالرجليه عشان الصديد حتى لو نزل ما يبوش الورقه. ده الوحيد اللي ممكن يتعرف. او في مثلا حنوطيه تانية تحط علامه، يعني مثلا فوق القماشه البيضاء تخيط قماشه تانية عليها حمراء زرقاء خضراء، علامه مميزه. امال انت لما النيابه تبقى عايز تستخرج ما بتستخرجه ازاي بالعلامات دي؟ حتى لو بعد سنين، حتى لو بعد 10 20 سنه كمان عادي تبقى عارف ان ده هنا. وسبحان الله الكفن ما بيدوبش الا بعد، يعني انا في اما يتم العلامه ابويا الكفن لغايه دلوقتي موجود. اللي هو بقاله كام سنه؟ بقاله زي 18 سنه على فكره. والدي اللي دفنته. انت اللي دفنتيه؟ هنا. تربه والدي. هي متغيره عن باقي المكان كله. انا قافله التربه بتاعته بجبس وبتاع عشان يعني عشان ما اشتاش ان انا اشوفه او حاجه اضعف وافتحها اشوفه. قفلتها. دي اصعب جثه في حياتي دفنتها، لان انا كنت بحب والدي حب فوق الخيال. هو والدي فضل هنا لما بقى عنده 76 سنه، بعد كده توفى، بعد كده انا بقى بقيت ايه ادفن بداله. والدي جه في مره كان بيدفن طفل، فطبعا الريحه كانت جامده، كانت تحت الارض، فبيفك الرباط، يعني هو قال بدل ما انزل افك عليه تحت في الريحه افك عليه فوق يدفنه على طول. فجه يفك الرباط لقى العيل بوق. دي قصه غريبه اللي وده لاهله، ما هو اهله كانوا واقفين برضه. اول مره نزلت تربه وانت، يعني انا اول مره قابل ترابيه، انا بقابل دايما ترابي. ما هو صراحه ما فيش ست بتدفن، هو في ستات ماسكه حشان لكن ما حدش بيدفن، ما فيش ستات بتدفن. انت ماسكه حوش؟ انا ماسكه ده وماسكه بره برضه، يعني في ورانا حشان ماسكه مفاتيحها، لكن التراب اللي بيدفن فيه، اما الحوش اللي انا بدفن فيه هو ده. واول مره نزلتي بقى؟ اول مره طبعا كنت عيله صغيره، كان عندي 13 سنه بس. اما جينا نعمل اشعه لوالدي وقالوا عنده سرطان ما ينفعش ينزل في الريحه، فاحنا كنا ست اخوات وانا كنت الكبيره بتاعتهم. ف يعني حاولت قدام والدي اللي انا جامده وبتاع، بس انا كنت نازله انا صراحه يعني كنت مرعوبه. المنظر تحت غريب، بتنزل وتخش تحت اوضه وميتين شمالك وميتين يمينك وانا بس تلاقي الجثث بتاعت المشرحه بدفنها. كان منظر صراحه، بس كنت برضو بقاوم قدامه ان انا جامده عشان هو ما ينزلش. انا المفروض انزل مثلا التربه بعد 6 اشهر، ممكن بعد سنه، بعد 8 شهور، يعني يكون الجثه نشفت شويه ان انا اقدر ادفن في التربه تاني عشان الريحه. ففي كفن بلاقيه ابيض زي ما هو، في كفن تاني بلاقيه اسود. يعني هو كده كده طبيعي ان الانسان لما بيجي يتحلل الكفن بتاعه الابيض ده بيبقى من الدم والحاجات دي بيسود والتراب، بس ما اعرفش بقى في كفن تاني بلاقيه ابيض زي ما هو. حاجه برضه في علم الله. الكفن نفسه بعد ما اتحط
في قلب ابيض زي ما هو، عايزين لسه دفن الجثه دي. وفي كفن تاني بلاقيه اسود خالص بالتربه كلها سودا، يعني حوالين حوالين البياض بتاع التربه من جوه المفروض بيضه، هم عاملينها بيضه بلاقيها من جوه سودا. ممكن تدفن ميت تلاقيه تقيل قوي، يعني ممكن يكون ضاق يعني حجمه تخين قوي، بس خف الريشه وانت بتدخله التربه. وفي ممكن واحد تاني رفيع بس تقيل بندخله بالعافيه. في حد بيجي هنا زيارات؟ اه، في مثلا كل جثه قبل ما بيجيبوها بيصوروها ويحطوا صورتها في المضريه، فلما بيجي ميت ولا حاجه يعني اهله يتعرفوا عليه فبيجوا يعرفوا مكان التربه ويجي يقرا عليه. وفي ناس تانيه تقول لك لا احنا هنعمل تسريح بالنقل من النيابه وننقله، كل واحد وبراحته. ويتنقل من هنا؟ يتنقل يروح المقابر بتاعتهم. بيعمل تسريح من النيابه، في ينفع يتنقل وفي لا، يعني في النيابه بتعمل له تسريح بالنقل وفي تاني لا. وفي ناس مجهوله خالص ما حدش يسمع. وفي ناس مجهوله خالص ما حدش يعرف عنها اي حاجه، جالها خالص. لا ده خلاص ده بيتحط هنا وبتفضل بقى موجوده لحد ما بيفضل زي ما هو. ما اقدر بعد كده، في ناس في اهالي هنا بتظهر بعد 10 سنين في والله، في ناس بتظهر بعد 5 سنين، في ناس بتظهر بعد شهرين، كل واحد على حسب ما بيدور. ما بتبقاش عارفه، في ناس يعني ما بتبقاش عارفه. لا بيعرفوا بقى من الصور اللي في المدوريه، يعرفوا المكان فين بيجوا يزوروه. في رجاله ما بتقدرش تدفن، يعني ممكن راجل يديني الميت ويجري على بره من الريحه وانا ببقى جوه التربه ما يستحملش. لا، وفي رجاله تقول لك لا لا انا ما اقدرش امسك الميت. لا لا انا اخر اشيل الخشب اساعدكم بس، لكن امسك اسني الميت ادخله لا، صعبه يسيبني ويجري. هي صعبه بصراحه. انت اللي واخدها عادي كده، هي صعبه.